ساعتين في جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب، طبعا تأجلت من الاثنين الماضي. ما في على ما يبدو إمكانية لعقد جلسة تشريعية أو تشريع الضرورة، حتى لو خفف الرئيس بري جدول الأعمال من 81 لشي 5 بنود، يعني عمليا منا الكابيتال كنترول ومنا التمديد للواء عباس ابراهيم وللمدراء العامين المدنيين والعسكريين. لن يكون هناك جلسة، قلنا مجلس مشلول، حكومة ما رح تقدر كمان تروح كتير بعيد بالمراحل المقبلة، ما في رئاسة جمهورية ولا قريبة على ما يبدو بالقريب العاجل. كيف رح تصير الأمور؟ بلبنان بلد المستحيلات عن جد. مستحيل تعملي رئيس جمهورية، مستحيل تشكلي حكومة، مستحيل أنه هذا المجلس يتعافى من أول جديد، مستحيل تسقطي المنظومة، مستحيل مستحيل. هلأ عم تنطرح صيغ فيما يتعلق بتشريع الضرورة أو حتى بالجلسة نفسها. لا شك أنه الرئيس بري عنده مصلحة أكيدة بإعادة تفعيل المجلس ونذهب إلى التشريع مجددا. طبيعة تيار الوطن الحر معارض لهذه الفكرة، وأنه الأولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتخاب الرئيس لا تشريع على الإطلاق. لكن عندنا مشكلة، عندنا بعض المدراء ومنهم المدير عام الأمن العام اللي في مصلحة وفي إجماع حول التجديد له أو التمديد له. كيف سيكون المخرج؟ يبدو عم ينبحث عن مخارج، إن كان عبر الحكومة أو شيء آخر، للبقاء في منصبه. بكل الأحوال هذا البلد حتى ما حدا يناقش بدستورية هذا الأمر وقانونيته، البلد كله أصلا في مهب الريح. صحيح. يعني ما حدا يجي يقول أنه هذا ليس دستوري وهذا ليس قانوني. بس تصير الأزمة بهذا المستوى بتصير بدك تفتشي على الحلول وعلى المخارج لحتى تخففي من الخسائر، بمعزل عن قانونية هذا الشيء وعن دستورية هذا الشيء. لذلك الجدل اللي صار مؤخرا حول جلسات الحكومة، هل هذه الجلسات دستورية أو ليست بدستورية؟ يا عمي طيب ما في وضع الناس اللي مكركب، هلأ بدنا نناقش بالدستورية؟ هذا لا يعني، حتى ما حدا يفهم، أنه نحن نريد أن نخرج من إطار القوانين والدستور، لكن نحن في أزمة أكبر من أنه نوقف على بعض التفاصيل حتى ولو كانت هذه التفاصيل الدستورية أو القانونية مهمة جدا. يعني هذه رسالة على أمل أن يتلقفها البعض. باللقاء يلي جمع سليمان فرنجية مع الحاج حسين خليل، شو صار؟ شو الحديث؟ بدك تسألي الحاج حسين خليل؟ لا بدي أسألك كمان، مثل ما عرفت أنه ما صار هذا الاتصال وما صار الكلام، كتب أقريهم بالجرايد. لا أنا بسألك إياهم عنك، لا لك أنت، عن شو حكي؟ لا شك أنه حزب الله مؤيد بشكل أكيد جدا لاسم سليمان فرنجي. أنا بعتقد أنه أي زيارة أو أي لقاء هو التأكيد على موقف حزب الله الداعم لسليمان فرنجي، وأنه هو حده وسيمضي في خلينا نقول في الجهد الذي يوصله إلى رئاسة الجمهورية. حزب الله لن يتوانى عن أي جهد في إيصاله ماذا لو رئاسة الجمهورية. لم خلص وصلتوا لحائط مسدود؟ ما في بالسياسة، ما في شيء اسمه حائط مسدود. صحيح أنه البعض بيحاول ييأس وحاول يقول الأفق المغلق والأفق المسدود. طيب يمكن بالسياسة ما في شيء اسمه حائط مسدود، بس كمان بالسياسة ما في شيء اسمه ما في بلان بي. حاليا ما في بلان بي. أو حاليا ايه؟ إذا وصلت للحائط المسدود أو هي البلان بي هي البلان اي. نفسها كان في كتير كلام نحكي، قطع الوقت بسرعة معك دكتور صادق النابلسي. في كلام جدا مهم كان لازم نحكي فيه، رح مرقه سريعا، يلي هو الخضة يلي عملها وزير الثنائي الشيعي وزير المالية يوسف خليل بموضوع الكلام عن إمكانية التمديد لحاكم مصرف لبنان. أولا أنا ضد تسمية الثنائي الشيعي. طيب وهو ليس وزيرا للثنائي الشيعي وليس وزيرا لحزب الله، وهو على كل حال هو وضح انه ما كان قصدي كذا وكذا.
مش هيك؟ لا بكل الاحوال التوضيح مش بكل مش الاحوال يعني. ان كان فعلا هو يتبنى او حركه امل تتبنى التمديد لحاكم مصر في لبنان، بتصور انه هذا الكلام يعني انا ما سمعت شيء من امل على الاطلاق، بس بدي اقول انه ما حدا بيتبنى اليوم بشكل علني التمديد لحاكم مصر في لبنان. بشكل علني ضمني يعني ما بعرف، حزب الله قطعا ما بيتبنى هذا الشيء. قد يكون اليوم رياض سلامي عرضة لعقوبات لأنه اكتشفوا أنه في علاقة بينه وبين حزب الله بعملية تبييض الأموال وبعملية وعنده علاقات مع انتهى دور حاكم مصر في لبنان. أحسن شيء يلصقون التهمة بأن له علاقة مع حزب الله، أحسن شيء لحتى يحاكموه ويحاسبوه. هذا لازم يعتبروا منه كل أدوات أمريكا، أنه أمريكا تستخدم الواحد إلى زمن معين وبعد ذلك ترميه. لازم يعتبروا بأفغانستان شو صار بأكثر من بلد، بحكام المنطقة اللي كانوا حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعلت بهم أمريكا. لازم يعتبروا حاكم مصر في لبنان واحد مثلهم، أداة استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية لتعميق الانهيار وتسريع الانهيار في البلد، فلست البلد، جوعت الناس. حاكم مصر في لبنان هو يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية. اليوم هل عم تقول لا علاقة لحزب الله بموقف وزير المال، لا علاقة لحزب الله بموقف حركة أمل إذا كانت تريد أن تمدد لرياض سلامة ولا لا؟ عم تقول أنه انتهى وما حدا بقى بيتبنى لرياض سلامة، يعني في حال صار أي عملية التفافية لمحاولة تمديد لرياض سلامة وإعادة فرض رياض سلامة بحجة الفراغ سيقف بوجه حزب الله؟ أكيد حزب الله من الأساس معارض، لا يمكن أن يقبل به، لا يمكن أنه واحد هو سبب الأزمة يكون هو أداة للحل، مستحيل هذا الشيء.